أجدد تحايا مشاهدينا وأهلا بكم مرة أخرى إلى هذه النشرة الإخبارية. كشفت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر أن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري. وبحسب الصحيفة أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن العملية العسكرية في جنوب لبنان قد تبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو الجاري. وقال التقرير الألماني إن الحرب البرية تأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بشكل مفتوح، وفشل المحاولات الدبلوماسية التي تجريها الولايات المتحدة وفرنسا. ودعت بيلد الألمان إلى مغادرة لبنان فورا قبل تصاعد الأوضاع إلى السيناريو الأكثر تطرفا على حد تعبير الصحيفة.